بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو دوت هشغل لكم ان شاء الله البرنامج التاني عندنا او المشروع التاني عندنا هو مشروع الترافيك. كلنا عارفين مشروع الترافيك ان عندي 3 ليد مثلا او 3 لايت سورسز، بايد الاولاني بعد فتره زمنيه معينه بطفي، وبايد التاني بعد فتره زمنيه معينه بطفي، وبايد التالت. طبعا نفس الدايره بالظبط، هي الدايره الاولانيه بتاعت الفلاش بروجرام، لكن الفرق هنا بس ان انا زودت 2 ليد، وبالتالي كهاردوير مش هيبقى في فرق غير ان انا ازود الاتنين ليد. بما انني كنت موصلهم اصلا في دايره الفلاش، يبقى تقريبا مفيش فرق خالص ما بين الدايره ديت والدايره اللي قبلها. وبالتالي اللي احنا عايزين نبص عليه هنا بس ان احنا نبص على دايره شغاله. انا طبعا خدت المايكرو وبرمجته على الـ على الترافيك بروجرام، فعايزين بقى نبص على الدايره. طبعا زي ما احنا عارفين ان الـ الـ ان الجزء لو ان الجزء ده عندنا هو عباره عن ايه، ان ده عباره عن جزء اللي بيحول لي من اكتر من 5 فولت ل 5 فولت، وطبعا باخد الخارج بتاعه اللي هو بيمثل لي 5 فولت، بدخله على البنتين دولت بحيث ان البنتين دولت متوصلين على المايكرو كنترولر زي ما احنا شايفين كده. وطبعا دي الكريستاله، وادي الثلاثه اللي جايين على سي 0 سي 1 سي 2، وادي المقاومات بتاعتهم، وهم ادي الثلاث ليدات ومتوصلين. طبعا الطرف الثاني بتاعهم متوصل على الجراوند. طبعا دي كانت غلطه عندي في البروجكت الاولاني، ما كنتش موصل الليدات دي على الجراوند، لكن الحمد لله صلحناها يعني ما فيهاش مشكله. المفروض بقى ان احنا نبتدي ايه، نوصل السورس بتاعنا. وادي طبعا السورس بتاعنا هو عباره عن شاحن تليفون نوكيا، شاحن عادي يعني ما فيهوش مشكله، ممكن حد يشتريه. الشاحن دوت في منه بيدي 9 فولت، وفي منه بيدي 5 فولت، وفي منه بيدي 6.5، بظروفها بقى على حسب نوع الشاحن نفسه. بتشتري الشاحن وبتاخد الخارج بتاعه وتدخله على الدايره اللي بتحول الفولتس ل 5 فولت، وبعد كده تبتدي تشغل الدايره بتاعتك. طبعا لما وصلنا السورس بتاعنا لقينا الدايره زي ما انتم شايفين كده ابتدت ايه، ابتدت تشتغل. الليد الاولاني بيقيل، وبعدين الثاني، وبعدين الثالث، لكل ثانيه يعني ادي زي ما احنا شايفين كده. طبعا عارفين ان السويتش دوت بيعمل ريستارت، فلما اضغط عليه بصوا يعني لما اضغط عليه في فتره كده بيعمل ريستارت، يخلي البرنامج يتنفذ من الاول كده، بيخلي البرنامج ايه يتنفذ من الاول. لما اضغط عليه يعمل ريستارت، يخلي البرنامج يتنفذ من الاول. وكده بقى انا صورت لكم المشروع الثاني. انا هدفي من تصوير المشروعات ان الناس تبص على الدايره عشان لما تيجي توصل تعرف هي موصله صح ولا لا، طب موصله بطريقه متنظمه كويس ولا لا، وهكذا، بحيث ان الناس تعرف تشتغل كويس ان شاء الله. وبكده ان شاء الله ابتدي في الفيديوهات اللي جايه نخش في المشروع اللي عليه الدور، مش عارف ممكن يكون سيفن سيجما او ال سي دي. وطبعا زي ما بقول لكم كل مره مستني استفساراتكم وارائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.